بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن أتينا من السودان زيارة لوجه الله تعالى للرجل العظيم الشيخ مصطفى. في السودان الشيخ مصطفى سعيد السودان زيارة الله يجزيه. والزيارة في الله سبحانه وتعالى كل شيء لوجه الله تعالى لا ينقطع. Bu ziyaretimiz Allah için buraya geldik. Ümmet-i Muhammed için, hizmeti için geldik. وَلِوَجْهِ اللّٰهِ زِيَارَ لِغَيْرِ وَجْهِ اللّٰهِ سُبْحَانُهُ وَتَعَالَى مَهَا مُتَّصِيلًا. Allah'ın dışında ziyaret zaten şeye ilerlemez. وَالْأَخْ شَيْخ مُصْطَفَى نحن نشكره أول. İlk önce dostum ya da kardeşim Mustafa Şeyh Mustafa Bey'e teşekkür ederim. ونشكر أخوال أخواننا المشايخ. Ayrıca bütün şeyhleri arkadaşlarımız teşekkür ederim. ونشكر الأخوان الأتراك كلهم أهل المحبة. Bir de bütün Türkleri tek tek teşekkür ederim. والطريق الطريق في الله هو بالمحبة. شو تصرف المحبة تمالي ليش محبة شيء؟ كل المحبة بالطريق. نحن عندنا الطريق القادم لأنه صاحب الطريق القادم لها. Bizim tarikatimiz Kadiri tarikati. وكل الخوة الخوة في الله هي الطريق لوجه الله لا لعلة نهاية. Biz hepimiz Allah için kardeşiz. Bu yol içindeyiz. والمحبة في الله وفي رسوله وفي سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني. Bizim sevgimiz Allah için ve Muhammed'in Resulullah ve Abdülkadir Ceylan tarikatın şeyhi, lideridir. وَهَذَا الْجَمْ هَذَا الْجَمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ تَعْلَى وَاِجْتَمَعْ مُحَبَّةٌ فِي اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمُحَبَّةً فِي الْأَخِ الشيخ مصطفى ربنا اديه العافية ويمدوا بمدد الصالحين. Bu şu anda önümüzdeki gördüğümüz topluluk Allah için hepimiz toplandı burada. O yüzden Mustafa Bey'in, Şeyh Mustafa Bey'in sayesinden bu oldu. Umutuz çok teşekkür, ayrıca teşekkür ederim. Ve nahnu acizin ala şükr. Kullu ma şekerna Şeyh Mustafa la necizihi şey. Biz de teşekkür etmek elimizde kelime bulamıyoruz Mustafa Bey'e. ونشكر أخواننا كلهم أجوب لمقابلتنا. بتون جلالنا بتون بزي كاشرة ماي جلال إنسان ماي تشكر لنا. ولاجتماعنا في الله سبحانه وتعالى. بيد بطبرنا أمتين عائلة تشكر لنا. الله يجزي طبرنا يجزي. وجزاكم عند الله ألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ويجزي عننا شيخ مصطفى خير الجزاء ويكرمه إن شاء الله في الدارين في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله. Hepiniz Allah razı olsun sizin bu kadar zahmet. Selam. Selamu aleyküm ve rahmet. Mustafa Bey çok teşekkür.